السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ الفرقة التانية كمبيوتر ساينس، وان شاء الله احنا هنكمل مع بعض بقية السكشنز الخاصة بمادة الاسمبلي لانجويج. احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن لغة التجميع، وقلنا ان لغات البرمجة بشكل عام او البروجرام لانجويج بتتقسم لحاجتين، الهاي ليفل لانجويج واللو ليفل لانجويج. اللو ليفل لانجويج عبارة عن ماشين لانجويج واسمبلي لانجويج. الماشين لانجويج قلنا ان هي زي ما احنا كلنا عارفين اللي هي الزيرو والوان. طب الاسمبلي لانجويج او لغه التجميع، الاسمبلي لانجويج قلنا هي عباره عن مجموعه من الاختصارات والرموز اللي بيكون ليها مدلول، زي ايه؟ زي سب، زي اد، زي موف، وهنتعرف عليها بشكل اكتر ان شاء الله لما نبدا نكتب الايه الكود. طب والاختصارات دي خلت التعامل بالنسبه لها اسهل شويه من لغه الاله، ولكن كانت بتحتاج لحاجه اسمها اسمبلر عشان يقدر ان هو يجمعها ويحولها للغة الآلة عشان المعالج يقدر ان هو ايه ينفذها. يبقى ده كان من ضمن عيوبها اللي خلانا نلجأ بعد كده للهاي ليفل لانجويج. يبقى خلينا نتفق ان الاسمبلي لانجويج بتحتاج لحاجة اسمها اسمبلر. الاسمبلر دوت بيحولها للغة الآلة عشان المعالج يقدر ان هو ايه ينفذها. بعد كده اتكلمنا عن الصيغة العامة للامر جوه لغة التجميع. قلنا ان لغة التجميع لما باجي بكتب فيها الامر لازم يكون الامر ده بيتكتب او بيحتاج لاربع فيلد عشان يتكتب بيهم. ايه هما الاربع فيلد اللي المفروض اكتب بيهم الامر في لغة التجميع؟ اول فيلد عندي اللي هو النيم فيلد، تمام. طب تاني فيلد عندي اللي هو الاوب كود او الاوبريشن كود فيلد. تالت فيلد عندي الاوبراند فيلد. رابع فيلد عندي اللي هو الكومنت ايه فيلد. يبقى انا عندي الصيغه العامه للغه التجميع عندي تحتوي على اربع فيلد: نيم، اوبريشن كود، اوبراند، كومنت، تمام. لو جينا بصينا على المثال ده هنلاقي ان انا عندي ستارت ده هو بيمثل النيم فيلد عندي، موف سي اكس ده بيمثل الاوب كود او الاوبريشن كود، الفايف دي او الخمسه هي الاوبراند، وانشالايز كونتر دوت الكومنت اللي ايه اللي عندي. هنتكلم عن كل فيلد على حده وهنعرف كل فيلد عندي ايه هي الشروط اللي المفروض اكتبه بيها. اول فيلد عندي اللي هو النيم فيلد، هنلاقي ان انا عندي النيم فيلد ليه شروط معينه عشان انا اقدر اكتبه بيه. مبدئيا كده النيم فيلد ده بيتحول عندي بعد كده ادريس جوه الميموري بتاعتي، تمام. طيب ايه هي الشروط او ايه هي الحاجات اللي المفروض التزم بيها وانا بكتب النيم فيلد؟ اول حاجة قال ان هو بيقبل لحد 31 حرف. تاني حاجة انا مقدرش اكتب فيه مسافات وانا بكتب النيم فيلد بتاعي. تالت حاجة مقدرش ان انا احط دوت الا في بدايته، يبقى مقدرش ان انا احط دوت غير في بداية النيم فيلد. رابع حاجة ما ببدأهوش برقم. خامس حاجة ممكن اكتبه بحروف كبيرة وحروف صغيرة. يبقى انا عندي دي بعض الشروط اللي انا لازم التزم بيها وانا بكتب النيم فيلد بتاعي. هلاقي قدامنا هنا على الشاشه بعض الامثله للنيم فيلد المقبوله او الصحيحه لكتابه النيم فيلد ايه بتاعتي، ونركز فيها. ممكن يكون ممكن الدكتور يجيب ده سؤال صح او غلط في الامتحان ويقول لك مثلا يجيب لك اسم من الاسماء ديت وبيقول لك هي مكتوبه بالشكل الصحيح بالنسبه للنيم فيلد او لا. هنلاقي ان انا عندي هنا مكتوب فيها مكتوب حروف كبيرة او حروف صغيرة، محطوط فيها مثلا الاد ديت، محطوط مثلا اندرسكور، علامة الايه دولار ديت، هنا محطوط كويتشن مارك. هنلاقي ان انا عندي الدوت مش محطوطة غير في اول الايه في اول النيم فيلد. يبقى اللي انا قدامي ديت هي بعض الامثلة المقبولة للنيم فيلد او بعض الامثلة الصحيحة لكتابة النيم ايه فيلد. لو بصينا على الاسماء ديت هنلاقي ان هي كلها غير مقبولة او كلها فيها اخطاء. ليه؟ احنا قلنا اول حاجة ان انا مقدرش ان انا احط بينها تاب او مسافة. اول اسم عندي اللي هو تو ووردز دوت في ما بينهم مسافة، يبقى ده كده غير صحيح بالنسبة للايه للنيم فيلد. تاني اسم عندي بادئ برقم اللي هو ايه تو، يبقى برضو هنا غير صحيح. تالت حاجة عندي حاطط دوت في الايه في النص، وقلنا ان انا الدوت مش مقبول ان انا اكتبها وانا بكتب النيم فيلد غير في بداية الايه النيم فيلد. يبقى عندي تلات حالات غير مقبولة وانا بكتب النيم فيلد، او يبقى عندي النيم فيلد عندي هنا غير صحيح، ان انا احط مسافة وانا بكتبه، ان انا ابدأه برقم، ان انا احط دوت في نصه الايه النيم فيلد، تمام. يبقى دي كده وضحنا الشروط او القواعد اللي انا المفروض التزم بيها وانا بكتب اول حقل عندي في امر
لغة التجميع اللي هو النيم ايه النيم فيلد. نيجي لتاني حقل عندي وهو مهم جدا اللي هو الاوبريشن فيلد او الاوب كود. الاوبريشن فيلد او الاوب كود اللي هو الامر بتاعي، والامر في لغة التجميع قلنا هو عبارة عن مجموعة من الرموز زي ايه، زي موف، زي اد، زي ايه، زي صب. يبقى الاوبريشن فيلد او الاوب كود ده هو عبارة عن الامر اللي هيتنفذ عندي، وهو عبارة عن مجموعة من الرموز ليها مدلول موف اد صب. تمام. طيب تالت فيلد عندي الاوبراند فيلد. الاوبراند فيلد او المعامل بتاعي، المعامل هو اللي هيتم تنفيذ عليه الايه الامر. يبقى انا عندي اوبريشن او اوب كود وعندي اوبراند. عندي الاوبريشن او الاوب كود هو ده الامر، الاوبراند هو ده المعامل اللي انا هنفذ عليه الامر ايه بتاعي. طيب عندي بعض الاوامر قد تكون نو فاليو ملهاش معامل، وفي اوامر تانية بيكون فيها وان فاليو او معامل واحد، وبعض الاوامر التانية بيبقى فيها تو فاليو. يعني ايه معاملين؟ يعني لو جينا بصينا على اول امر عندي ده مفهوش ايه اوبراند، ما عنديش معامل انفذ عليه الامر ده. طيب الامر التاني سي اكس عندي فاليو واحد بس اللي هو عبارة عن مسجل سي اكس. طيب الامر التالت اد وعندي تو فاليو وورد 1 و 2. في الحالات ديت يبقى انا عندي الفاليو الاولانيه اللي هي الوورد 1 هتخزن قيمه الفاليو الثانيه اللي هي الايه التو. يبقى انا عندي هنا تو اوبراند، هنا 1 اوبراند، هنا ما عنديش ايه نو فاليو خلاص، ما عنديش ولا قيمه للاوبراند ايه بتاعي. تمام. يبقى عرفنا ثلاث حقول، النيم، الاوبريشن كود، والاوبراند ايه فيلد. تمام. رابع حاجة اللي هو الكومنت فيلد، وزي ما احنا متعودين في كل لغات البرمجة ان الكومنت هي بيبقى تعليق من المبرمج بيبقى حاطه لو حد عايز يفهم سطر الكود دوت هو كان كاتبه ليه، او هو حاطط لنفس الكومنت ده عشان يعرف منه سطر الكود ده كان بيعمل حاجة معينة هو بيوضحها لايه لنفسه. تمام. يبقى احنا وضحنا كده الصيغة العامة للامر في لغة الايه التجميع، ووضحنا الاربع حقول اللي بتتكون ايه منها. تمام. بعد كده هندخل بقى على البرنامج اللي احنا ان شاء الله هنطبق عليه لغة التجميع بتاعتنا، او هنكتب عليه الكود بتاعنا اللي هو الايميوليتور 8086. وهنشوف دلوقتي باذن الله ايه شكل البرنامج بتاعنا والمكونات بتاعته، وكل اللي انا عايزاه ان احنا نكتب كود بسيط هنعرف الكود ده ازاي بيتعامل جوه الايه جوه البرنامج. تمام. هنطبق مع بعض الايه الكود جوه البرنامج وان شاء الله يكون سهل. يلا هنفتح البرنامج مع بعض. دي شكل الايقونه بتاعت البرنامج ايميوليتور 8086، هو برنامج سهل حتى في ان انا انزله، سهل ان انا اسطبه. مجرد بس ان انت هتنزليه وتعملي له انستول هتبداي تختاري. نفتح مع بعض اهو صفحه جديده. ماشي. نبدا ان احنا نختار صفحه الكود اللي احنا عايزين ايه نكتبها. ده شكل الايه شكل البرنامج. طبعا عندنا بعض القوائم، اول حاجه طبعا نيو ان انا بتفتحي صفحه جديده، صفحه كود جديده تكتبي فيها. تاني حاجه عندي اوبن، انت بتفتح ملف كنت شغال عليه مثلا قبل كده وعايز تفتحه جوه البرنامج. اكزامبلز بعض الامثله اللي محفوظه ومسيفه جوه البرنامج. سيف طبعا لو انا عايزه اعمل سيف. كومبايل او كومبايلر بتاعي. الايميوليت دي مهمه جدا هنرجع لها، هنكمل بقيه القائم ونرجع لها. وبعدين عندي كالكوليتور على حسبه بتحول لي لكل الانظمه، سواء ديكسا ديسيمال هيكسا ديسيمال اوكتا باينري، لكل الايه لكل الانظمه الحسابيه اللي احنا عارفينها ومتعودين عليها. كونفرتر برضو بيحول لي من نظام لايه لنظام، سواء باينري لهكسا ديسيمال لهكسا والعكس وهكذا. تمام. اوبشن هيلب ايه اباوت. يبقى ديت بعض القوائم كده اللي احنا ممكن نتعامل معاها جوه الايه جوه البرنامج. وطبعا انا عندي هنا صفحه الكود اهوت اد يور كود هير، المفروض ان انا احط الكود بتاعي هنا. طيب ايه بقى القائمه المهمه جدا اللي احنا عايزين نعرف مكوناتها؟ ديت الايميوليت. الايميوليت او الرن بتاعي، يعني في اي لغه برمجه انا والله بكتب الكود بتاعي وبقول له ران. هنا انا بقول له ايميوليت، يعني رن لي الكود ده او شوف لي الكود دوت بيعمل لي ايه جوه الايه جوه المعالج. خلاص. مهم جدا ان انا اعرف الصفحه بتاعته بتتكون من ايه. اول حاجه عندي جزء الريجسترز طبعا ان شاء الله يكون الدكتور استفاد بيها في المحاضره وعرفتوا مكونات الريجسترز ديت،
وعرفت كل واحدة ليها وظيفة معينة ومكونات كل واحدة. تمام، على سبيل المثال هناخد أول مجموعة عندي اللي هي الـ EX والـ BX والـ CX والـ DX. تمام، ديت مجموعة من الرجسترات احنا قلنا ان هي اسمها General Registers او المسجلات العامة بتاعتي. قلنا ان الرجسترز ديت هي عبارة عن ايه؟ لو قلنا ان هي بتاخد 16 بت، يبقى كل رجستر من الرجسترات ديت بتاخد 16 بت. طيب ايه هنا اللي مقسوم عندي ده؟ عندي هاي وعندي لو. يعني ايه؟ يعني انا عندي كل رجستر من الرجسترات ديت متقسم لجزء هاي وجزء لو، كل واحد فيهم 8 بت. لو ضغطت دبل كليك كده عليها هلاقي ان هو بيفتح لي اكستندد فاليو، الاكستندد الشاشه الاكستندد ديت بتوضح لي كل ريجستر والمكونات بتاعته. فلاقي ان انا عندي هنا جزء هاي وجزء لو، كل واحد فيهم بياخد 8 ايه 8 بت. يبقى اختصارا كده انا عندي الاي اكس والبي اكس والسي اكس والدي اكس، كل واحده فيها متقسمه اي اتش واي ال. البي اكس عباره عن بي اتش وبي ال، السي اكس عباره عن سي اتش وسي ال، الدي اكس متقسمه لدي اتش ودي ال، وهكذا. يعني متقسمه لجزء هاي وجزء لو، كله على بعض 16 بت، وكل جزء من الاجزاء ديت عباره عن 8 ايه عن 8 بت. يبقى ده اول جزء موجود عندي في الشاشه ديت او في شاشه الايميوليت ديت، اللي هو جزء الايه الخاص بالريجسترز والخاص بالمسجلات بتاعتي. تمام، طيب ندخل على الجزء اللي بعده. الجزء اللي بعده هو جزء خاص بالميموري بتاعتي. اعتبر ده كله اسمه الميموري ليست بتاعتي. يعني ايه الميموري ليست؟ ولو ليه في صوره اوضح فيها هنا ممكن اجيبها لكم اهي. الميموري ليست يعني ايه الميموري ليست بتاعتي؟ اول جزء فيها اللي هو الجزء ده اللي هو الفيزيكال ادرس، يعني العنوان بتاعي جوه الذاكره. تمام، وبياخد 5 ديجت، كل ديجت فيهم 4 بت. تمام، بالباينري. يبقى اول جزء اللي هو الفيزيكال ادرس بياخد 5 ديجت، 5 ارقام، كل واحد فيهم بياخد 4 بت باينري. خلاص، طيب الجزء الثاني ده اللي هو عباره عن الهكسا والديسمال والاسكي، ده لا اقدر عليه، اقدر ان انا اقول عليه اللي هو الماشين كود بتاعي. يبقى انا عندي الميموري ليست دي او الجزء ده اسميه الميموري ليست، عباره عن فيزيكال ادرس اللي هو العنوان بتاعي جوه الذاكره، وبتقسم لخمسه ديجيت 5 ارقام، كل رقم 4 بت بالباينري. خلاص، الجزء الثاني اللي هو الهكسا والديسمال والاكسي والاسكي، ده ماشين كود. يعني ايه ماشين كود؟ اللي احنا لسه شارحينهم دلوقتي، اللي هو الاوبراند او الاوب كود والاوبراند عندي. يبقى هو الاوبراند اللي هو المعامل، والاوب كود او الاوبريشن كود. تمام، يبقى انا عندي شرحنا اول جزء عندي من الشاشه اللي هو الايه ريجسترز، وقلنا الريجسترز ديت هي عباره عن ايه، وقلنا بتتقسم ل حاجتين هاي ولو، كل واحد فيهم 8 بت. خلاص كده. طيب الجزء الثاني قلنا هو عباره عن ميموري ليست. الميموري ليست دي بتوضح لي ايه؟ الميموري ليست ديت بتوضح لي جزء فيزيكال ادرس، يعني العنوان بتاعي جوه الذاكره، والجزء الثاني بيوضح لي الماشين كود بتاعي. الماشين كود بتاعي اللي هو لسه شارحينه من شويه، اللي هو عباره عن حاجتين، الاوبريشن كود او الاوب كود والايه والاوبراند. تمام، يبقى دي مهمه جدا، وان شاء الله دلوقتي لما نطبق الكود، نكتب كود ونطبقه، هنشوف دي بتتغير معايا في كل تنفيذ كود ازاي. انا عندي سنجل، هنشوف دلوقتي ازاي انا بس بعمل سنجل ستيب، بنفذ خطوه خطوه، فهلاقي ان مع كل خطوه ازاي بتدخل في الادرس بتاعتي، الكود بتاعي بيدخل في الادرس بتاعتي ازاي، وبيترجمه ازاي كل خطوه عندي في الايه في الميموري ليست بتاعتي، في الميموري ليست بتاعتي في الايه في الجزئيه دي. تمام، نرجع تاني لشاشه الايه للشاشه بتاعه الكود بتاعتنا. يبقى احنا دلوقتي اتعرفنا على اول جزء اللي هو الريجسترز، وبعدين بعد كده اتعرفنا على الجزء الايه الخاص بالميموري ليست بتاعتنا. طيب
هنشوف بعد كده بعض الزراير بقى. اول حاجة عندي اللي هو الفلاجز، لو فتحناها كده هنلاقي ان هي مجموعة من الفلاجز بتوريني التغيرات اللي بتحصل في المعالج عندي عند كل خطوة. تمام، يبقى انا الفلاجز ديت مع كل تغيير من دولت هنلاقي ان دوت ليه مدلول معين. تمام، يبقى من الاخر كل واحدة من دول بتعرفني ان حصل تغيير معين في المعالج بتاعي. تمام كده. طيب الاستاك، طبعا الاستاك ميموري احنا عارفينها، هو الاستاك برضو هو مكان بيتخزن فيه او مكان في الذاكرة. تمام، طيب الديباج دي بتوريني الديباج بتاعت الكود بتاعي. طب الفيرز ديت او الفاريبلز ديت مكان بخزن فيه المتغيرات بتاعتي. الاي يو اكس ديت بتفتح لي مجموعه من الشاشات زي الميموري او الاي ال يو اللي هو الاريثماتيك لوجيك يونت او الاف بي او الاف بي اي، دي مجموعه ايه شاشات. تمام، بعد كده السورس اللي هي ايه الاوريجينال سورس بتاعي، او هنا بيحط لي شاشة الكود بتاعتي علشان ابقى متابع مع تنفيذ الكود، كل كود بيتنفذ معايا اللي هو الاصفر ده، اما بيحط لي كده اصفر على الكود على سطر الكود يبقى هو ده السطر بيتنفذ معايا اتابع معاه في الايه في الشاشة دي. تمام، يبقى احنا كده اجمالا عرفنا اهم الحاجات اللي هي ممكن استخدمها، او اهم الحاجات اللي انا بستخدمها جوه الايه جوه الاميوليتر او جوه المعالج 80 ايه 86. نبدأ دلوقتي كده نكتب كود بسيط ونشوف الكود ده خطوة بخطوة هيغير معايا ايه في الميموري ليست وهيتنفذ ازاي. خلاص ندخل، المفروض ان انا عندي هنا ادي الكود، بكتب الكود بتاعي، يا ريت نكتب الكود كله كابيتال. خلاص هنبدأ نقول موف ال A L. اتفقنا ان ال A L ده هو جزء اللو من الريجستر ال A X. تمام، نحط فيه ايه الاوبراند بتاعتي بال A بالهكس 06 بالهكس. تمام، يبقى انا لو جينا هنا قسمنا هنلاقي ان الموف اي ال دي الاوب كود بتاعتي او دي الاوبريشن. تمام، ده الامر بتاعي. تمام، طب الاوبراند بتاعي عباره عن ايه؟ عباره عن 06. خلاص، طيب اللي بعده نقول موف دي اتش، اتفقنا برضو ان الدي اتش هو جزء الهاي من الدي اكس. تمام، 02 برضو بالايه بالهكس. خلاص، بعد كده هنقول له اد، وبالتالي الاي ال جوه كده. خلصنا الكود بتاعنا، نبدأ نضغط ايه ايميوليت ونشوف هيتنفذ معايا ازاي. نعمل ايميوليت. تمام، اهو جاب لي صفحة الايه الاوريجينال سورس كود بتاعي اهوت عشان اتابع التنفيذ. المفروض ان هو واقف على اول سطر الكود اهو هينفذه اللي هو بالاصفر ده. نشوف بقى ايه جوه شاشة الايميوليتور هتتنفذ كود ازاي. اول حاجة عندي سنجل ستيب هنضغط عليها كده علشان احنا عايزين ننفذ خطوة خطوة، نشوف كل خطوة خطوة وايه اللي بيحصل لما بتتنفذ. هضغط اول حاجة كده، المفروض اول كود عندي بيقول ايه؟ بيقول حطيلي في الريجستر اللي هو ال AL اللي هو جزء اللو من ال AX، حطيلي والله الاوبراند 0 ايه 06 هكس. هنقول سنجل ستيب اهو، لاقي عندي في الريجسترز اهي AX جزء ال AL او اللو اللي فيه محط فيه الايه الاوبراند اللي عندي اللي هو الزيرو ايه الزيرو ست. طيب ده اول حاجة بالنسبة لايه للريجسترز. نشوف بقى بالنسبة للميموري ليست اللي هو الجزء ده ترجمه ازاي. هنلاقيه ان هو ترجمه لحاجتين، اول عنوان عندي ترجمه اللي هو حط فيه البي زيرو ده، او هو بقى البي زيرو اللي هو ترجم الاوب كود بتاعي. الاوب كود بتاعي اللي هو كان الموف AL ترجمه في الادرس اللي هو حاطه ايه
بي زيرو، تمام؟ طيب والادرس التاني اللي هو فيه قيمة الاوبراند بتاعت اللي هي كام؟ زيرو ست، تمام؟ شحن، تمام. يبقى ده اول ايه، اول كود عندي اتنفذ بالشكل ده. طيب نعمل سنجل ستيب عشان ننفذ سطر الكود التاني. سطر الكود التاني كان بيقول ايه؟ كان بيقول موف الدي اتش، حطيلي والله في المسجل اللي هو دي اتش اللي هو جزء الهاي من الدي اكس، حطيلي فيه ايه الاوبراند اللي هو 02 ايه هكس، تمام. نعمل كده سنجل ستيب، نلاقي ان انا عندي اهو في جزء الريجسترز حطيلي في جزء الدي اتش من الدي اكس حطيلي الاوبراند 0802. طيب نشوف ده اترجم ازاي في الميموري ليست. عندي هنا هنلاقي ان انا عندي اول برضو ترجم لي اول جزئيه عندي اللي هو الاوب كود او الاوبريشن كود اللي هي المفروض عندي موف دي اتش، حطها لي فين؟ الادرس ده بي 6، تمام. والادرس الثاني حط لي قيمه الاوبراند بتاعتي اللي هي 0 كام؟ 02. فهو هنا بيترجم لي بشكلين، اول حاجه بيترجم لي الاوبريشن كود، ثاني حاجه بيترجم لي الايه؟ الاوبراند. خلاص يبقى احنا كده اول حاجه عندي حطينا في الاي ال الاوبراند 06، وتاني حاجه عندي حطينا في الدي اتش 0802. طيب هنشوف الكود التالت، وسطر الكود التالت كان بيقول لي والله اد اي ال دي اتش، يعني ايه؟ يعني حط لي انا عندي هنا قيمتين اهو، بيقول لي والله زود لي قيمه الدي اتش على القيمه اللي موجوده في الاي ال وهتخزنها في الاي ال، تمام. يبقى انا عندي قيمتين، لما يبقى عندي قيمتين او تو فاليو معناها ان انا بحط الفاليو التانية جوه الفاليو الايه الاولانية. خلاص يبقى دي خليها كده عندنا قاعدة عامة. يبقى عندي تو فاليو، بحط الفاليو ديت اللي هي الفاليو التانية جوه الايه، جوه الفاليو الايه الاولى دي. فهو هنا الامر عندي عبارة عن ايه؟ عبارة ان هو يضيف لي الفاليو اللي موجودة في الدي اتش دي على الفاليو اللي في الاي ال ويخزنهم لي جوه الايه، جوه الاي ال. طيب انا عندي في الدي اتش كان كام؟ الدي اتش موجود 02 بالهكسة، وعندي في الاي ال 06 بالهكسة. يبقى المفروض يبقى انا عندي القيمة اللي هتبقى موجودة في الاي ال 0 ايه 08، لان هو يعمل ايه ادي. نعمل سنجل ستيب ونشوف فعلا. يبقى انا عندي في الاي ال بقى عندي 0 ايه 0 8، تمام يا شباب. يبقى احنا النهارده اتكلمنا بشكل عام عن لغه الاسمبلي او لغه التجميع، عرفنا الصيغه العامه للامر جوه لغه التجميع، واتكلمنا عن كل فيل من الحقول اللي بتتكون منها الصيغه العامه لغه التجميع بشكل تفصيلي شويه. كتبنا مع بعض الكود وتعرفنا على شكل البرنامج، واحنا قلنا ان احنا ناخد المعالج 8086، وقلنا اهم حاجة لازم نتعرف عليها شكل او المكونات بتاعة الايه البرنامج. اهم حاجة فيها قلنا الايميوليت، عرفنا الريجسترات الناحية ديت او الجزء ده اللي هو عبارة عن الريجسترز بتاعتي وبيتكون من ايه، وعرفنا الجزء التاني من الشاشة الايميوليتور ده هو جزء مهم جدا اللي هو الميموري ليست، وعرفنا بيتكون من ايه، ونفذنا كود مع بعض وعرفنا كل خطوة من الكود ديت وانا بنفذها ازاي بتغير جوه الريجسترز اللي عندي، وازاي بتغير جوه الميموري ليست اللي عندي، والعناوين اللي جوه الذاكرة عندي ايه بتتغير، تمام. ان شاء الله المرة الجاية هناخد حاجات جديدة وازاي نتعامل مع الارقام، وهناخد اكواد باذن الله اكتر، ونتكلم بشكل اكبر عن الميموري ايه ليست. اتمنى ان يكون الموضوع سهل وبسيط، واتمنى ان الناس تنزل البرنامج وتبدا تنفذ الكود البسيط اللي احنا النهارده اخدناه ده، وان شاء الله اشوفكم على خير السكشن اللي جاي.